مرة من المرات بعتتني أمي بمهمة خاصة، قالت لي خدي هالكرزات لعند ستك، بتعرفيها كبيرة بالعمر، ضرسها ماكن ونفسها خضرة، وبتحب مربى الكرز كتير، بس اوعك يا أمي تاكلي منهم، هدول مستويين كتير وما بدي اياكي تدبغي تيابك بدمهم. لا تطلعي بالباص، خدي مصاري، روحي بالتاكسي أسرع، انتي كبرتي صار بينخاف عليكي، بعدين ما بدي العالم يدفشوكي او شي حدا غليظ يطفش هالكرزات وتلوتي تيابك. شو حبيبتي؟ والله وقلت لها حاضر، وبتعرف كلام الامهات دايما لازم ينكسر، والام حكيمه لانها من اهل اول، والبنت شقية لأنها من أهل آخر وعم تكتشف. حملت الكرزات ومرقت لعند دياب على محل الورد لشوفه، وطلعنا وتمشينا ونزلنا على وسط البلد، تمشينا. أخذت على سوق الصاعة، سوق الدياب، داخلي خارجي شو ما بدكم، كنادر، وأكيد طبعا كله محلات نسوان. لا مرقنا. بلشنا نقر بهالكرز، كرزة مني وكلمة منا، وكلمة مني وكرزة منا. خلصنا كل الكرزات ولوتنا تيابنا وندبغت شفايفنا واصابيعنا بدم الكرز يلي ما عاد يروح، وصار لون شفايفك احمر مثل النسوان لما يحطوا حمره ومكياج. وما كان يخلص الحكي، وصلنا لعند ستك ما معنا شيء، وتعبانين ومشي تنفانين، وكنزتك مدبغه بالبيت الغامي، وانا اسناني صار لون احمر مثل الدم. يوم كتير حبيتك، كان حديثك كتير حلو وكتير رومانسي. تمشي قلبي حاسك كذابة. حياتي بالعكس، لأنه فعلا الحجر اللي ما بيعجبك بفجر. فعلا أهل أول ما تركوا شي ما قالوه. فعلا. حبيبتي شو رأيك قومي حطينا كاستين عصير؟ إيه يلا جايك، أنا بس بدي أتفرج على الأخبار شوي. أخبار؟ ايه